revision control. revision control دلوقتي هل انا عندي ازاي احنا بنقدر نعمل كنترول على الريفيجن؟ يعني ببتدي اشتغل ازاي؟ ايه superseded ده؟ stem superseded او تمام؟ must include previous one after modification تمام؟ same subject new revision same subject ولا same reference؟ هي ممكن تكون same subject وهي alternative لحاجة تانية. لا هي same reference مش subject. تمام مع كل تسليمة بيحصل فيها تعديل. هقول لحضرتك هي المفروض ان هي تكون same reference لان انا ممكن مثلا اكون انا مقدمة مثلا معدة تشيلر مثلا او تشيلر مثلا من شركة اي بي بي فانا هقدمه material submitter رقم 2. لما اجي اقدم تشيلر تاني بس انا عاملاه من شركة شنايدر مثلا او البروفايدر بتاع شركة شنايدر فانا لازم اغير الرقم فهيبقى مثلا material submitter رقم 5. فعشان اجي اعمل revision فهما الاتنين تشيلر بس عندنا هنا السبلاير مختلف. تمام فالعنوان احنا اتفقنا من الاول ان العنوان مش ريفرنس لينا كدوكيمنت كنترول خالص دايما الريفرنس لينا النمبر. اوكي طيب الريفيجن كنترول الريفيجن كنترول ده هو نظام ترقيم لمراجعه المستندات هو نظام بيتحكم في المستندات الهندسيه عامه وبيبقى مفروض ان هو موجود لتعديل او لمعرفه ابديت للدوكيمنتس دي. تمام يعني انا عندي دوكيمنت دلوقتي حصل عليها تعديل هعرف من فين ان دي اخر دوكيمنتس موجوده ولا مش موجوده. محتاجه ان انا اعرف ان الدوكيمنتس دي انهي اخر وثيقه هبقى انا بدور على اخر ريفيجن هبقى موجود. مهم جدا ان حضرتك تحط كل الريفيجنز موجوده في مكان واحد علشان تعرف تقدر تعرف او تقدر توصل لللاست ريفيجن فيها. يعني لو انا بحطها في مكان تاني فانا هاجي ادور عليها فهبقى مش عارف هو ايه اللي كان قبل كده وايه اللي بعد كده. انما لو كلهم في مكان واحد ده هيبقى حاجه هتسهل عليك جدا ان هي ان حضرتك تقدر توصل لها بسهوله. طيب نتكلم بعد كده عن الدوكيمنت نيمينج الاسم. زي ما كل وثيقه بيبقى لها رقم فكل وثيقه ليها اسم. محتاج جدا ان انا اعرف ان الدوكيمنت دي تبقى اسمها عباره عن ايه. لازم تكون التسميه بتاعت الدوكيمنت دي وثيقه ذات مغزى تسميه وثيقه ذات مغزى. ما ينفعش ان انا حاجه اكتب عليها مثلا ايه اركتكتشر دروينج طب انا هعرف من فين ما انا كل دروينج هي اركتكتشر دروينج هعرف من فين ان دي drawing مثلا للاسطح مثلا للويلز مثلا للارضيات لاي حاجه من الحاجات دي. فلازم التسميه بتاعتي تكون تسميه وثيقه. تسميه الوثيقه هي المفتاح لضمان ان المعلومات الهامه لتحديد الوثيقه متاحه للاستخدام الفوري والاستخدام المستقبلي بمجرد اكتمال المشروع. لان انا لو عندي التسميه دي مش تسميه دقيقه ومش معبره عن الدوكيومنتس اللي جواها دي انا مش هعرف اوصل لها. يعني لو انا بدور على حاجه subject مثلا او بكريتيريا معينه انا مش عارف اوصل لها. فالعناوين الوصفيه واسماء الملفات ضروريه جدا للمساعده في تصفيه المستندات في البحث واسترجاعها وتحديدها واستخدامها. يعني انا بحاول ان انا احددها واقدر ان انا ارجع لها دي. فمهم جدا ان انا اعرف الدوكيمنت دي اسميها تسميه كويسه عشان اعرف اوصل لها. طيب الكتله بتاعت العنوان دي لازم تكون موجوده في اول صفحه في المستند ولازم تكون الريفرنسز بتاعته والريفيجنز موجوده في كل صفحه من صفحات المستند. انا مثلا لو بقدم دوكيمنت مثلا خاصه بماتيريال سبميتال مثلا فمحتاجه ان انا تبقى موجوده في الكفر بيج بتاعتي كل الديتيلز دي ويبقى في جزء منها موجود في الفوتر بتاع بقيه الدوكيمنتس اللي هي الاتاتشمنت. دي حاجه مهمه جدا عشان انت لو حصل مسنج لاي دوكيمنت من الثانيه يبقى انت تعرف توصل له.